إيماناً من مركز الإرشاد الطلابي بجامعة السلطان قابوس بالدور الريادي الذي يلعبه في الإرشاد والتوجيه النفسي، جاء المؤتمر الثالث تحت عنوان الإرشاد النفسي والعالم المعاصر، استمراراً لسلسلة متواصلة من المؤتمرات والملتقيات والخدمات الجلية التي استمرت لأكثر من 20 عاماً. يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أحدث المستجدات المتعلقة بالإرشاد النفسي والتحديات التي واجهها القطاع في ظل جائحة كورونا، كما يهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات ومناقشة أحدث البحوث والدراسات العلمية، بالإضافة إلى تبادل الآراء بين المختصين في قطاع الإرشاد النفسي. دعونا نرسم طريق الأمل يداً بيد لنواصل الرسالة في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2022.